Le Grand Express. Le Grand Express توا نحكيو مع سي صلاح الدين الجوشي المحلل السياسي في الانترفيو. الانترفيو. صلاح الدين الجوشي مرحبا بك. أهلا وسهلا مرحبا. نحكيو على الحكومة، الحكومة بعد ما كمال المدوري خذ المشعل بانتريم، أما بدأ يشتغل البارح، اجتمع مع المسؤولين في رئاسة الحكومة، حكى معهم على الإدارة، على نوعية الخدمات اللي تقدم للمواطن، على إصلاحات زايدة. اليوم هل فما أولويات صلاح الدين الجوشي على طاولة المدوري، وإحنا يوصلنا أقل من شهرين على الاستحقاق الانتخابي حسب رأيك؟ وأولا الحقيقة كمال المدوري يتمتع بحد أدنى من المصداقية ومن الثقة، ثقة الأطراف التي تعرفت عليه واشتغلت معه، وبالتالي هناك نوع من بداية نوع من النقاط لصالح رئيس الحكومة حتى يتقدم ويبذل أقصى جهوده. من جهة ثانية هذا الانطباع الإيجابي معناها جعل رئيس الحكومة يسرع عمليا في تحديد أولويات العمل نتاعه، والواضح مبدئيا بأنه أولا ليس مطلوب منه رسميا على مستوى رئيس الجمهورية أن يشتغل على الملفات السياسية. دونك رئيس الحكومة سيحاول أن يتجنب الدخول في منطقة إلى حد ما محظور عليه، غير مسموح له بأن يتصرف وكأنه هو رئيس حكومة فعلي كما كان ذلك قبل 25 جويلية، وبالتالي يهتم بالجوانب الأخرى اللي هي مهمة جدا، الجوانب الإدارية، الجوانب الاقتصادية، ويتمنى أنه يتقدم في المجال أيضا المجال الاجتماعي. ولعله عندما حاول أنه يصلح أو يصحح الوضع الإداري، لأن الإدارة التونسية الآن في الحقيقة في أزمة وتتعرض إلى عراقيل داخلها، وهذا حتى رئيس الدولة أشار إليه في العديد من المناسبات، وبالتالي عليه أن يعيد ترتيب الأوراق داخل المؤسسة الإدارية، وبما في ذلك ملء الشغورات، لأنه إحنا الآن عندنا 4 وزارات تونسية ومدير، عندنا ولاد يفترض بأنه يتغيروا في هذا السياق. إذن ثم عمل إعادة ترتيب وملء الفراغات الموجودة. أما على مستوى الملفات فيبدو أنه بدأ يهتم بالملفات البعيدة عن الجانب السياسي، وإن كانت هي في قلب الحراك السياسي. بالضبط. أنا وقت اللي بدأ يهتم بإعادة ترتيب وتنظيم الاستثمارات، لأن هناك مشاريع في تونس تمت الموافقة عليها، تم رصد الأموال الخاصة بها، ولكنها تتحرك ببطء أو ليست تتحرك تتحرك بالسرعة المطلوبة. إذن هناك عراقيل، هذاك علاش بحث أنه قال حاجته بجرد حول هذه المشاريع سواء العامة أو الخاصة، والبحث خصوصا عن الأسباب اللي خلتها معناها ما تتقدمش بالسرعة المطلوبة. وهذا كله يرجع إلى ماذا؟ رجع إلى أن المواطن عندما يشعر بأن جهاز الدولة بدأ يتحرك وبدأ يحقق بعض الإنجازات حتى لو كانت محدودة، تعود له الثقة في جهاز الدولة وفي الحياة السياسية. معناها اليوم فما أولويات، الأولوية منها أنه معناها يتم وضع تسهيلات على الأقل، وحتى كمش تسهيلات معناها رفع العراقيل على الاستثمارات والمشاريع هذية، هذا هو تقريبا المطلوب حسب ما قلت أنت حسب رأيك من كمال المدوري اليوم، اللي أنت جوستمون كي بديت قلت راه معناها يكتسب مصداقية، يعني عنده ديجا معناها أنا توب دي به الخدمة تاعه. شو اللي وقع في الاختيارات السابقة؟ أنك جيت تضح رئيس حكومة ناس طيبة ومعناها وما يوذيش ويسمع الكلام وكذا، هذا غير كافي. يجب يكون على الأقل قدامه الماكينة يلزمها تخدم، مش تخدم يلزم العطب اللي فيها يتصلح، لأنه يعني بدون معناها تلك الإصلاحات اللي هي إجرائية ولا تحتاج إلى قرارات كبيرة جدا، ولكن على الأقل الماكينة الدور. يبدو أن المدوري رجل معناها باعتباره تكنوقراط، ما هوش معناها سياسي كبير، وبالتالي لا يجب أنه أول حاجة يحرك الدولاب
يحرك المجال العمل الحكومي بشكل منظم، يراهن على القطاعات الحيوية اللي تعاني إشكالات مركزية وتدبية، وقتها ينجم يخدم يعمل فريق، يولي ينجم يصدم على أشياء أكثر تعقيدا وأهم من ناحية اقتصادية ومن ناحية حتى الإدارية والسياسية. شنو هو اللي ما عملوش الحاشيني اللي نجم ينجح فيه المدوري ولو نسبيا صلاح الدين جورجي؟ والله أنا نحترم الحاشيني أما عمل حد شيء، بحيث هو الآن عمليا يعني أي شيء بش يعمل في المدوري بش يظهر بش يبرز، على خطر قبل كانت الدنيا واقفة واقفة، وهذا كش خلى عنه يوصل رئيس الدولة يحكي كأنه معناه يأذن وحده في الجامعة. دونك الآن سيشعر الأطراف المحيطة بالحكومة بأنه هناك شخص فاهم شي يحب يعمل، فاهم كيف يتصرف، فاهم كيف يحدد الأولويات، مهما كانت هذه الأولويات بسيطة ومحدودة بطبيعة الحال. الآن أنت أشرت إلى قضية الانتخابات، ما نتصورش أنه معناها رئيس حكومة مهما كان عبقري وكذا باش في شهرين يحرك الدولاب كبير نتاع الدولة، لكن على الأقل ثم عراقيل موجودة وثم أشياء ينجم يعملها بكل معناها سرعة وبكل وضوح باش على الأقل يكسب الثقة ويخلق مناخ اللي خلينا تقول ثم عندنا رئيس حكومة. أي خاصة أنه اليوم الرئيس معناها اليوم في يخوض حملة انتخابية، ده حسب رأيك نستغل الفرصة أنه هل قيس سعيد حسب رأيك سيتفرغ معناها توتالمون للحملة الانتخابية متاعه، أم ما تبش يقعد حامل لدوي كاسكيت يعني يقعد يقوم بمهام كرئيس دولة ويسعى في حملته الانتخابية؟ رئيس الدولة معناها لا يفرق بين الحملة الانتخابية وما بين تولي منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي ما ننتظروش أنه باش يجي ويخلي الأمور ويهبط للشارع وكذا. هو في نفس الوقت وذكر لاحظناه منذ فترة، هو في نفس الوقت يمشي يزور منطقة في قاع الدنيا ويحاول يبرش في الإدارة هذه ويحاول يدخل المؤسسة هذه، كلها الحقيقة مربوطة ببعضها يعني ما ينجمش يفصل. فخاصة أن رئيس الدولة لا يثق في أحد، صحيح هو يختار في الناس لأنه هو يعتقد بأنه هو المحرك والدينامو نتاع الدولة، وبالتالي أنا في اعتقادي أن ما سنصاحبه ونتابعه خلال الأيام والأسابيع القادمة هو رئيس الدولة المرشح ورئيس الدولة الممارس للسلطة بكامل صلاحياته. لكن هذه معناها فيها ايجابياتها فيها سلبياتها، انه معناتها يكون معناتها لي دو فونكسيون معناها الزوز صفات يتقابلوا معناها في نفس الشخص. اي هنا الحقيقه هذه سلبيه باش تبقى متواصله، وان رئيس الجمهوريه في الحقيقه معناها الابجديات نتاع التفريق في العمل الانتخابي بين مسؤولياته الدولة ومهمته باش يقنع الناس، هو يعتقد أنه فوق هذا التفريق، وبالتالي لا ننتظر أصلا. صحيح سيكون عنده تداعيات وهذا باش يخلي المنافسين متاعه اللي تم اختيارهم معها باش يلعبوا دورة ويحاولوا أنهم يحققوا نوع من المكاسب في المرحلة الجاية، باش يخلي هذا التدخل موجود على حساب هذا التنافس، لكن هذا كان موجود ما عندناش خيار آخر. ولكن الذي سيحصل هو ماذا؟ الذي سيحصل هو كيف يمكن رئيس الجمهورية دي أنه يجد رئيس حكومة ينقص عليه شوية اهتمام بالجوانب اللي كانت يبدو شغل رئيس الجمهورية، يعني يقول لك أنا أكلم مسؤول في الفقاعة الفلانية والي وإلا معتمد ولا قبل يقوم بدوره وبشي يتدخل في الملفات اللي تخصه كذا، كان متعقب لي معنى حتى علم حتى دراية. إذن لعل رئيس الحكومة يعاونوا في هذا الاتجاه باش يخف عليه، لكن باش تبقى ديما مشكلة عدم الفصل بين المرشح للانتخابات من جديد وبين رئيس الدولة تبقى المهمة مندمجة بشكل كامل. يعني كمال المدولي نجم يلعب حسب رأيك الدور هذا، معناها مش باش ياخذ الكلفة كاملة وعنده شهرين، معناها أقل من شهرين تقريبا تفصلنا على الاستحقاق الانتخابي، أكيد معناها باش يحاول يقدم فيها لكن مش بصفة كبيرة، لكن نجم يلعب شوية الدور هذا معناها أنه يعوض شوية معناتها رئيس الجمهورية، أو على الأقل معناها يملك الفراغات وإلا معناتها يقوم بحاجات ما قامتش بها الحكومة قبله. هذا يشوف هذا يراجع إلى العلاقة اللي شفتها تبنى
بين قيس سعيد وبين رئيس الحكومة. معناها إذا كان أعطاه المجال ونازل شوية رئيس الدولة عن صلاحياته المطلقة في كل الملفات، وقتها رئيس الحكومة ينجم يتصرف. أما إذا كان الحكومة حب يتصرف من وحده وبراسه وما هي ما يشاور وما غير كذا، أول حاجة باش تقال هو أنه باش يصطدم برئيس الجمهورية وباش يخطئ ثقته بسرعة. إذا حتى لو أن افترضنا بأن الحكومة قادر على ذلك، فإنه لن يغامر بهذه الثقة ولن يسعى إلى مضايقة الجمهورية. لذلك علاش المسؤولية المركزية الأساسية للجمهورية هو أنه انت اخترت رئيس حكومة، اعطيه شوية صلاحيات، خليه يتصرف رئيس حكومة. مادام كنت عندك ثقة فيه ماهوش باش يجي يضرك ولا باش يفك لك صلاحياتك. وفي كل الحالات انت الرئيس في هذا الاتجاه في هذا الوضع، وبالتالي لا خشية على انه ينقلب عليك. إذن القضية هي قائمة على مدى استعداد الرئيس قيس سعيد والمرشح لرئاسة الجمهورية قيس سعيد أنه يعطي الثقة لرئيس الحكومة. وهو على كل حال مش معروف هذه رجلياته، ولكنه معروف عليه أنه منضبط إداري وفاهم شلون يعمل. ما تنجم يقدم إضافة في الوقت الضيق، يعني وقت قليل برشا اللي عنده، يعني 6 أكتوبر ما قعدش عليها حتى شهرين يعني باش يدخلوا في الاستحقاق الانتخابي، لكن في الظرف الوجيز هذايا ما تنجم يقدم شوية، وعلى الأقل ما تقفش الإدارة أو الحكومة التونسية تقريبا تنجم تكون نطلق عليها صفة حكومة تصريف أعمال أم لا يصلح الدين جوجي؟ هي حكومة تصريف أعمال إلى أن ما بعد الانتخابات، ولكن زاد العنصر العامل الثاني نجم يساعد فيه ما ندوري هو أنه على مستوى التواصل، على مستوى معناها جعل الحكومة ناطقة، مش مرينا بجوز حكومات صامتة، معناها رئيس الحكومة لا يتكلم، معناها لا يشرح لا يوضح. المعروف عليه المدوري انه في نهايه الامر رجل عنده قدره على الكلام، على بلوره الافكار، على ايصال رسائل معينه، وهذا مهم جدا في العمل السياسي وحتى في العمل الاداري. يقول لي رئيس الحكومه عنده هذه الصلاحيه ويتصرف براحه ويعطي فرص للاخرين اللي معاه باش يخدموا وينبههم الاشياء الخليه، هذا عامل مهم يساعد كثيرا. أما إذا كان بقي رئيس حكومة ملجما إما غير قادر على الكلام أو أنه خائف من أن يتكلم، وقتها ما أنا مصيبة، لأن في نهاية الأمر الوضع الحكومي ووضع الدولة يصبح مهترئ ومهدد من داخله بعدم التواصل مع، ونحن كصحفيين نعرف مش معناها قيمة الكلام، قيمة التواصل مع الناس مع المؤسسات. جوستمون هو مش كان احمد الحاشيني، هي المعطل الحكومات المتعاقبه تقريبا من 2019 اليوم، ولا حتى رئاسه الجمهوريه ومختلف الوزارات ماهيش معناها البوان فور نتاعها للتواصل. يعني تعرف اشهر التالي كانت وزاره الفلاحه قامت بندوه صحفيه، حتى كي جاوا الصحفيين يسالوا قال لهم ليه كل شيء عندكم معناتها في الدوسي دو بريس ومانيش باش نعطيو تصريحات بعد الندوه. دونك معناها فقدنا كل التواصل اللي بعد 14 جانفي كنا معناها خرجنا من كل القيود اللي تكبلنا ونجموا نتواصلوا مع مسؤولين يعني بسهوله ولا بصعوبه، لكن اليوم رجعنا شويه لك الحاله اللي ما فماش يعني تواصل مع مسؤولي الدوله. لا هو شوف الحقيقه معناها المشكله تفاقمت بشكل كبير معناها بعد 25 جويلية، لانه في نهايه الامر لما تمنع المسؤول السياسي باش يشرح باش يجاوب الصحفيين باش يرفع الغموض وباش يولي معناها في فيلم صامت، بطبيعه الحال هذاك يقضي على امكانيه بناء الثقه وباش تتراكم سوء الفهم وتتراكم معناها الخلافات. هذاك علاش معناها الكلام رقيبة اسس الدوله التونسيه الحديثه بناء على الخطاب بناء على التواصل، لكن اللي معناها يجعل يتقل ما كانش عل خلق ثلاث دقائق باش يتكلم من خلالها وتحدث مع التوانسه في كل التفاصيل تاع حياتهم، معناها حياتهم الزوجيه والماكله واللباس وكيفاش يتصرفوا، لان الخطاب هو يصنع معناها المخيله العامه ويصنع الراي العام، وبالتالي هو عنصر نجاح في السياسه. اما لما يولي معناها
الرمز الأول تاع الحكومة غير قادر على أنه يتواصل ويشرح وقت المصيبة الكبيرة اللي احنا عشناها ثلاث سنين، وشفنا نتائج السلبية على كل المستويات. كاش نتمنى أنه من رئيس يعطي فرصة لكمال المدوري أنه يتحرك، يتكلم، يشرح، ينتقل من مكان إلى مكان، يحاول أنه يكون عنصر أساسي، وده لمصلحة قيس سعيد ولمصلحة الدولة. اكزاكتو، ويرجعك للثقه شويه مع المواطن، خاطر قعدنا كل حد معناها مقسومين. احنا ديما ناخذوا الامور نتناولوها بعقليه شويه كل سامحوني معناتها كالكوره كعقليه الفيراج، معناتها شكون معاه شكون ضده وجماعه ضد جماعه، معناتها الناس كلها تتعارك مع الناس الكل في غياب تام معناها للتصريحات والوضوح. ان شاء الله كما قلت انت معناها تتحسن الامور اتصاليا على الاقل من جهه رئاسه الحكومه في الايام القادمه. وهذه الحقيقة معناها نتمنوه محبة لنا في بلادنا وفي الدولة، لأنه تو الآن تجي أنت مثلا عندك انتخابات. انتخابات معناها ثم تنافس، معناها ثم تباين في الآراء والأفكار بين المرشحين. معناها ثم شيء معناها كي تولي ما ثماش هالخطاب، ما ثماش هالتناقض، ما ثماش الصراع. علاش احنا كصحفيين قعدنا باهتين وطرحنا 50,000 سؤال، عملية معناها تقريبا الإقصاء الواسع النطاق للمرشحين الآخرين خلق نوع من التذبذب ونوع من الخوف. لأنه في النهاية ما كان أحد المرشحين الآن تم دعوته معناها لأحد المناطق الشرطة باش يقع معناها استجوبوا حول ماذا، هذا شيء يولي يخلق نوع من المجال باش الأمور ما تكونش واضحة وبتيش في الاتجاه الصحيح. الديمقراطية خلال اختلاف، الديمقراطية إدارة الاختلاف بين 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 المرشحين وبين التونسيين. فبالتالي قضية الكوميونيكاسيون، قضية التواصل، قضية مهمة جدا في الحياة السياسية، واللي ترتب عليها نتائج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى على مستوى منها الرياضي وغيره. فبالتالي ما يخشى حقيقة هو أن بهذا الأسلوب نتاع تحجيم الدور الإعلامي للحكومات ولرؤساء الحكومات يؤدي إلى كوارث كبيرة ربما ما نفهم قيمتها إلا بعد ما نجي نعمل عملية جرد للنتائج ونلقاها ضعيفة وضعيفة جدا. ذاك عشان اعتبرنا أن الحقيقة الثلاث سنوات الأخيرة على مستوى الأداء الحكومي معناها تقريبا صفر، وقت ضائع للتونس والتوان. بالضبط، ما عادش نسمح فيك بالقدريس يا صلاح الدين، ما عادش نسمح فيك. أي ما تلقى خطاب متجانس متكامل واضح. لهذا أنا في رأيي إن شاء الله تكون مع المدوري نقلة نوعية، خلي الرجل يتكلم، خلي الصحفيين يسألوه، خليه يجاوب، خليه يتعلم إذا كانوا ما نجمش يجاوب الصحفيين أو يتعلم شيئا فشيئا. والصحفيين التونسة ما همش يمثلوا خطر على حتى أحد، الصحفي التونسي يسهلوا، الصحفي التونسي يحاول يساعد المسؤول على توصيل أفكاره وقناعاته بأوضح ما يمكن بالكلمات وبالعبارات المناسبة. فبالتالي الصحفي لا يمثل خطر على أي كان، الصحفي يعطيه فرصة وسيؤدي يؤدي دوره وفق ما يتماشى مع مصلحة الدولة ومصلحة القرار السياسي. هذا بالضبط هو دورنا، إيصال المعلومة. شكرا لك صلاح الدين الجورشي، شكرا لك على التدخل معنا. احنا بعد شوية باش نسمعوا عناوين الأخبار مع صفية المحرر، ثم إيكو سبور مع أميمة الجبيلي. اقعدوا معنا في لو غراند إكسبو.